بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم أجمل تحية صباحية بهذا اليوم، يوم السبت الموافق 19 من شهر 9 لعام 2020 من هذا الميدان، ميدان سيح الرمز لسباقات الهجن ضمن هذه التحديات من صندوق الميدان. إذن لتحديات هذا الصباح لسن الحقايق واللقايا والإجذاع والثنايا، بسم الله وعلى بركة الله ينطلق أول الأشواط. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الحقايق. الشوط الأول حضر الله ولامة نقوة صايل ضمر مثل ريام، طافا يقاد عرض يمشي النظام وصف على حبل من الضغط ينسام. بسم الله وعلى بركة الله أسير مع البداية وأسير مع مقدمة الشوط. أجد قمرة من تستفتح الإذاعة، هنا سالم بن محمد بن سالم الكاسب يقدم لنا قمرة، بينما المركز الثاني الوصول من مذاهب حمدان بن راشد بن حمد الزرعي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك الغدوم شعار أيضا الغادمة الغادمة، هنا 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 وصلت هذه قمرة، هذه قمرة غيرت واستلمت المركز الأول سالم بن محمد بن سالم الكاسبي، بينما المركز الثاني مذاهب حمدان بن راشد بن حمد الزرع. والغدوم الغدوم وصلت الظبي عزام بن مبارك بن عامر الكاسبي بن منقاش غادم بن منقاش، والغدوم الغدوم هناك وصلت الأسماء، وصلت الأسماء الغادمة نوايد جاسم بن حمد الزرعي غادم من الجانب الآخر. الله الله اللي وصلت، اللي وصلت أريام، أريام الفلا، أريام الفلا سالم بن خميس بن سالم المخيبي والظبي، الظبي بن منقاش مع المركز الثاني. هنا الظبي اشتدت المعركة، عزام بن مبارك بن عامر الكاسبي والغادمة نوايد، نوايد مع المركز الثالث جاسم بن حمد الزرعي. ولعت 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 الشوط الأول، الشوط الأول أريام، أريام نوايد الظبي، الظبي وين وين الشوط، وين وين الشوط، وين أريام مع البداية، أريام مع المقدمة سالم بن خميس بن سالم المخيبي، ولكن نوايد، نوايد غيرت، نوايد غيرت، نوايد مع المركز الأول جاسم بن حمد بن سالم الزرعي. السلام وين، السلام وين، 200 متر، 200 متر السلام مع أبو ناصر، مع أبو ناصر الغادمة، الغادمة الغادمة دمعة غادمة، دمعة غادمة. اللحظات الأخيرة، لحظات الفوز والله انتصار، دمعة مع المركز الأول خميس بن حمد بن خميس البطيني، المركز الثاني نوايد جاسم بن حمد بن سالم الزرعي، والمركز الثالث أريام سالم بن خميس بن سالم الجنيبي، والمركز الرابع حاملة، المركز الرابع هناك أيضا مع تكريم سعيد بن سالم بن علي الغيلاني، والمركز الخامس هناك أيضا مع ظبي عزام بن مبارك بن عامر الكاسبي. التوقيت 3 دقائق بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس خميس بن حمد بن خميس البطيني على فوز دمعة بالمركز الأول.